سؤال كمان بيقول: هل الخيال ممكن يأثر علي بس أنا بحب أعيش فيه؟ يعني تهيألي يقصد أحلام اليقظة والحاجات دي. ده هو من غير الخيال، يعني عايز أقول بس إيه، الأول الخيال ده ربنا خلقه فينا علشان نبدع. يعني أنت عشان تعمل أي حاجة بتتخيل الأول، واللي ما عندوش ملكة التخيل دي غالبا يعني محدود الإمكانيات، لأن هي أي إبداعات بتبتدي الأول بفكرة تتخيلها أو حلم تتخيله. إنما اللي يستغرق بقى في الخيال، يعني اللي تجيله فكرة وما يحطهاش بقى into action، يعني ما يخلاش تتنفذ ويستمتع بيها وخلاص ويعيش بقى بيها كده، وكل يوم بقى يروح يعمله ساعتين ثلاثة دماغ خيال، يعني ده بيضيع عمره بقى وبيضيع وقته، وقد استغرقه هذا الخيال وأصبح بدل ما هو طاقة إبداعية عشان يعمل حاجة، ده هو بقى طاقة لتوصله إلى الشلل. يعني هو خلاص ما بقاش بقى قاعد بس عشان يقعد يتخيل ويعيش مع دماغه في الخيال. زي أحلام اليقظة، كلنا بيجينا أحلام يقظة ساعات ننفذ فيها عن مشاكلنا، نحلم بيها بحاجة، بس تاخد 5 دقايق كده وبعدين واحد يقول ايه ده الواحد عمال يسرح وبتاع، لا طب هنعمل ايه بقى. انما واحد بقى كل يوم يروح يقعد على السرير كده ويغمض ويطفي النور عشان وهو صاحي كده يقعد بقى يسرح في الخيال والخيال والخيال، ويعمل نفسه بقى رئيس الجمهورية ويعمل نفسه اي حاجة نفسه فيها، وبعد كده لا ذاكر ولا عمل ويسقط اخر السنة، يبقى ده خيال مريض، يعني ده حاجة تضيع مش تكسب. فالخيال نعمة وعطية اذا احسن استغلال، ويبقى نقمة بقى لو الواحد سابها ووقف عندها وما نقلش النقلة اللي بعدها يعني.